بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في درس جديد من دروس الماث. نبحر معا في بحر المعرفة ونتجول مع لآلئ الماث ودرس جديد من دروس الفيكتورس. موضوع الفيكتورس يعتبر من الموضوعات الهامة جدا في دراسة موضوعات كتيرة جدا في الميكانيكس والفيزيكس وغيرها من الموضوعات. النهارده بداية كده بنتعرف احنا على انواع types of quantities. احنا كل يوم بنتعامل مع كتير قوي من الكوانتيتيز، منها سكيلر ومنها فيكتورز. السكيلر مثلا زي اللينث، وعندي التايم، وعندي التمبريتشر، وعندي الديستانس، وغيرها من الكوانتيتيز. هنلاحظ ان في السكيلر كوانتيتيز بتحدد بالماجنتيود فقط، في الفاليو فقط، ماشي. ولكن في الفيكتورز كوانتيتي مثلا نذكر منها على سبيل المثال، فور اكزامبل مثلا الفورس، الفيلوسيتي، الديسبليسمنت. هنلاحظ في الفيكتورز كوانتيتيز ان هي ديتيرمند باي ماجنتيود اند دايركشن، ماجنتيود اند دايركشن. بات ان سكيلر كوانتيتيز ديتيرمند باي اونلي ماجنتيود. طيب احنا ممكن عشان نعرف الفرق بشكل اوضح ممكن ناخد فور اكزامبل كده. هنفترض ان someone start from point A. point A is a start point. وحصل movement في east direction، مثلا east direction مثلا distance مثلا 6 متر، وفي مثلا وبعدين اتجه مثلا لايه؟ لبوينت بي، وبعدين اتجه في نورث دايركشن، نورث دايركشن مثلا ديستانس 8 متر لمثلا لبوينت سي. سي دي اللي هي الاند بوينت، اند بوينت، وهنا ستارت بوينت. طيب لو طلبت منك مثلا الديستانس، الديستانس ايكوالز كام، والديسبليسمنت ايكوالز كام. طيب نشوف كده الديستانس. لو قلت الديستانس كفرد، الديستانس كفرد كام هنا؟ هو هنا البادي يتحرك من A ل B ديستانس 6، وبعدين اتجه من B ل C ديستانس 8. طيب يبقى الديستانس كفر كلها كام؟ ايوه برافو عليكم، يبقى 6 بلس 8 ايكوال هنا 14 متر. تمام، دي الديستانس اونلي ماجنتيود اونلي فاليو. بات الديسبليسمنت، واحد يقول لي يا مستر وات از ذا مينج اوف ديسبليسمنت؟ احنا اصلا من معرفتنا في الفيزيكس الديسبليسمنت هي السمولست سمولست ديستانس بتوين الستارت بوينت والاند بوينت. يعني الديسبليسمنت هي الاي سي، هي الديسبليسمنت. طيب هنلاحظ الديسبليسمنت هنا عباره عن ايه؟ هايبوتنس في ترينجل رايت. يعني ممكن نحسبه بالشكل ده، هيبقى 6 باور 2 بلس 8 باور 2 ايكوالز كام؟ ايكوال 10. بس هقول 10 ان دايركشن، ان دايركشن اوف اي سي. اصبحت ايه؟ الديسبليسمنت لها فاليو ولها دايركشن. طب واي دايركشن؟ عشان هي اصلا لها ستارت بوينت واند بوينت، مش بمزاجها كده، هي طالعه من ستارت بوينت لاند بوينت فلها دايركشن. طيب معلش احنا ممكن ناخد بقى الاي سي دراسه كده خاصه كده. الاي سي دي ممكن نديها اسم الفيكتور ده،
بنسميها دايركتد دايركتد لاين سيجمنت. واي دايركتد؟ عشان هاز ا دايركشن. واي لاين سيجمنت؟ عشان هاف ستارت واند بوينت. فهنا الدايركت لاين سيجمنت، الدايركت لاين سيجمنت هاز 3 elements. The first elements has start point, second end point, third element has direction. وبالطبع has start و end يبقى has magnitude. اوكي طيب احنا دلوقتي لو حبينا مثلا ندي لها دي الفيكتور اللي هو اي سي، فالاي سي بيبقى بالدينوتد باي ذا سيمبل. طيب الماجنتيود بتاعه بنيوتد باي اي سي وبين اتنين محدد كده، دي النورم، النورم اوف دايركتد لاين سيجمنت اي سي. هنلاحظ طبعا ان النورم اللي هو الاي سي عباره عن هو نفس الحكايه هايبوتنس في تراينجل، في تراينجل رايت. طيب امتى اتنين دايركتد لاين سيجمنت ار ايكويفالنت؟ يعني امتى اقول ان الفيكتور مثلا اي سي والفيكتور بي دي ار ايكويفالنت؟ بيقول لي هما اللي هما عنصرين دايركشن اند نورم. والله if they have the same norm and the same direction، يبقى في الحالة دي اقول ان ال AC equivalent to BD. طيب ممكن لو خدنا كده فور اكزامبل، مثلا هنا وليكن A B C D is a parallelogram. احنا طبعا عارفين من البروبيتس اوف parallelogram ان each two opposite sides are equal and parallel. وايه كمان؟ وعندي كمان الدياجونالز بايسكت اتش اذر. طيب لو قلت كومبليت الاي دي ايكويفالنت تو الاي بي ايكويفالنت تو الاي ام ايكويفالنت تو، هنا طبعا انا عايز نفس طبعا الفيكتور اللي له نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن بتاع الاي دي. انا الاي دي لاحظوا كده الاي دي اهو، يلا ايوه اللي قصاده بالظبط، يبقى بي سي. هل ينفع نقول سي بي؟ طبعا لا، لان انا لازم ملتزم بنفس الدايركشن من الاي للدي، يبقى من البي للسي. طيب الاي بي الاي بي برضه من الاي للبي، يبقى نفس الدايركشن، يبقى دي سي. ينفع نقول سي دي؟ نو. طيب الاي ام الاي ام الاي ام فين الدايركشن او الفيكتور اللي له نفس الماجنتيود وله نفس الدايركشن؟ ايوه هلاحظ ان الاي ام ايكويفالنت تو ام سي. طيب لو قلت ايكوال هاف معلش هكتب ايكويفالنت برضه يعني equivalent half mean half الاي سي بالظبط كده.
طيب لو قلت بقى هنخش على حاجة اسمها البوزيشن فيكتور اوف ا بوينت. بوزيشن فيكتور اوف ا بوينت وليكن بوينت A. انا عندي هنا دي طبعا بلان بتاعي، طبعا الاكس والواي، وادي البوينت A. What is the meaning of position vector للبوينت A؟ احنا مثلا لو خدنا فيكتور كده الستارت بوينت بتاعه، الستارت بوينت بتاعه الاوريجن، والاند بوينت بتاعه هي البوينت A. الفيكتور او A بسميه position vector of the point A and denoted by this symbol A in this symbol. خلاص يبقى ال A هو ال position vector of A of O A. طيب طبعا عارفين ال point A عبارة عن، هي لها طبعا ال X و Y، ولو نزلنا من هنا كده perpendicular هنلاحظ ان هنا الاكس وهنا الواي، اوكي؟ فهنا دي البوزيشن، فبنقول ان الاي فيكتور بوزيشن فيكتور ايكوالز اكس وواي. طيب لو حبينا نجيب النورم بتاع البوزيشن فيكتور اي، هنلاحظ برضو ان هو هايبوتنس في رايت تريانجل اللي هو التو سايدز بتوع اكس وواي. يعني ممكن نقول النورم اوف بوزيشن فيكتور اي ايكوالز اكس باور 2 بلس واي باور 2. بالظبط كده. طيب فور اكزامبل لو قلنا مثلا الاي ده ايكوالز 3 و4، نعرف نجيب البوزيشن فيكتور، النورم بتاع البوزيشن فيكتور A ايكوالز 3 باور 2 بلس 4 باور 2 ايكوالز 5. اوكي طيب لو عندي another position vector وليكن B ايكوالز 3 over 5 و 4 over 5، هل ممكن نجيب النورم بتاع البي؟ خلاص ما احنا عرفنا الحكاية، يبقى square root 3 over 5 power 2 plus 4 over 5 power 2 equals 1. الفيكتور ده النورم بتاعه 1، في الحالة دي بسميه unit vector. يبقى what the meaning of unit vector؟ يبقى is a vector of norm 1. زي ايه كمان؟ لو حبينا مثلا في عندي فيكتور مشهور او اللي هو الاي، الاي ده اللي هو equal 1 و 0. يعني ايه 1 و 0؟ يعني مثلا لو عندي كده اللي هو البلان بتاعي يبقى في اتجاه الاكس ايكوال 1 هي از ذيس بوينت 1 و 0، هو ده الاي، هو ده الاي. طيب لو حبينا نجيب النورم بتاعه بتاع الاي ايكوالز برضو 1 باور 2 بلس 0 باور 2 ايكوال 1. دي بسميه يونت فيكتور ان دايركشن اوف اكس او فاندمنتال فيكتور اوف اكس. طيب يبقى هنا في كمان عندي في برضه يونت فيكتور في اتجاه الواي، يعني قلنا في اتجاه الاكس اسمه اي، في اتجاه برضه الواي اسمه بقى دي بقى ايه 0 و1 اسمه جي. يعني دي اتجاه الفيكتور في اتجاه الاكس ودي اتجاه الدايركشن اوف واي. يعني بمعنى لو عندي مثلا اي فيكتور كده وليكن A equals 2 و 3،
فممكن نكتبه كده 2 in direction of i plus 3 in direction of j. دي بسميها Cartesian form of a vector. Cartesian form. طيب هل في another form للفيكتور؟ قال لي اه في حاجة اسمها البولار form of a vector. What is the polar form? البولار form دي another form للفيكتور عن طريق الماجنتيود والانجل اللي مع بين الفيكتور وبين البوزيتيف اكس اكسس. بمعنى لو عندي مثلا انا عندي هنا ادي بلان وادي فيكتور وليكن ايه، هنفترض ان مثلا ان عندي الفيكتور ده النورم بتاعه 5، والثيتا هنا اللي بتوين الفيكتور وبتوين البوزيتيف اكس اكسس 30. We can write this vector in the form a equals 5 و 30. ال 5 ماذا تعني بالنسبه لي؟ هو النورم بتاع الفيكتور. طب والثيتا والانجل؟ هو الثيتا بتوين الفيكتور والبوزيتيف اكس اكسس. طيب انا عايز اعمل ريليشن بتوين البولر والكارتيزيان. هنفترض عندنا مثلا ادي الفيكتور A اللي هو اكس وواي، وقلنا لو نزلنا مثلا هنا بيربنديكولا دي الاكس ودي الواي، طيب ودي طبعا الثيتا. طيب ممكن نلاحظ ان الاكس هي ان هنا الاكس هي الاي كوزاين ثيتا، وان الواي هي عبارة عن اي ساين ثيتا. طبعا نلاحظ ان الاي ده المقصود بيه اللي هو النورم بتاع الفيكتور. يبقى هنا الاكس ايكوالز اي كوزاين ثيتا، والواي هو الاي ساين ثيتا. طيب دي العلاقة بريليشن بتوين البولر وبتوين الكارتيزيان. طيب ممكن نستفيد من دي، يقول لي مثلا مثلا فيكتور، هنفترض مثلا الفيكتور ده ايكوالز مثلا 6 و 30 in Cartesian form. طيب لما يقول لي put this vector in Cartesian form يعني عايز الاكس وعايز الواي، عايز الاكس كام والواي كام. طيب احنا متفقين ان الاكس ان هو النورم اوف a كوزين ثيتا، يعني ادي النورم وادي الثيتا، يبقى 6 كوزين 30 يبقى ايكوالز 6 كوزين 30 و 3 اوفر 2 يبقى 3 root 2. طيب دي طبعا على الكالكليتور. طيب الواي هي النورم ساين ثيتا، يعني 6 ساين 30. طبعا ساين 30 بهاف، هاف باي 6 يعني ايكوال 3. واصبح الدايركشنال فيكتور اللي هو ايه 6 و 30
بدل ما هو بالنورم والانجل ممكن نحطه بالاكس والواي. يبقى هنا هيبقى الاي في الحالة دي الاي اللي هو equals 6 و30 in polar هو 3 root 3 و3، بس دي بولر ودي كارتيزيان. طيب another example، طب افرض حبينا نجيب العكس، بمعنى هو مديني الفيكتور، مديني الفيكتور بالبولر بالكارتيزيان، وبيقول لي بوت ان بولر فورم، يقول لي بوت الاي وليكن 4 مثلا و 4 root 3 دي كارتيزيان ان بولر فورم. طيب هو بيقول لي دلوقتي يعني انا عايز اللي هو الفيكتور ده، انا عايز هو مدولي بالاكس والواي، يعني دي الاكس دي الاكس ودي الواي، خلاص هو عايزها بقى بالنورم والثيتا، يعني هو محتاج مني النورم. النورم خلاص احنا عرفنا الحكاية، عرفنا الموضوع كله، هو عبارة عن اكس باور 2 بلس واي باور 2، يعني عبارة عن 4 باور 2 بلس 4 روت 3 باور 2 فايكوال دي 4 باور 2 يعني 16 بلس 4 روت 3 باور 2 يعني 48، يبقى هنا 8. خلاص دي فيرست اليمنت للبولر فورم اللي هو الايه النورم اوف دايركشن اوف ايه. طيب فاضل لي بقى اعمل ايه؟ فاضل لي الثيتا. طيب احنا عارفين طبعا احنا بنجيب الثيتا عن طريق، ما بنجيبهاش على طول في خطوه واحده، احنا بنجيبها في خطوتين. اول خطوه بجيب تان ثيتا اللي هي ايكوال واي اوفر اكس، اوكي. طبعا انا عندي يبقى ايكوالز ادي 4 روت 3 اوفر 4، فطبعا ايكوال روت 3. وبنجيب بعد كده الاكيوت انجل، الاكيوت انجل اللي هي ايكوال شيفت تان النمبر ده بس بالبوزيتيف بتاع النمبر ده، عشان دي اكيوت، يعني لو دي كانت نيجاتيف لا ماليش دخل بالنيجاتيف، انا باخد البوزيتيف علشان اجيب الاكيوت انجل. شيفت تان روت 3 ايكوال طبعا 60، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بحدد الكوادرنت اللي فيها الانجل. انا عندي طبعا نرجع تاني للاكسرسايز بتاعنا، انا عندي الاكس هنا، الاكس هنا بوزيتيف والواي بوزيتيف، يبقى في انهي كوادرنت؟ في الفيرست. تمام، في الفيرست كوادرنت، في الفيرست كوادرنت بيبقى الثيتا هي عباره عن الاكيوت انجل، يعني الثيتا عباره عن 60. اصبح الفيكتور اللي هو الاي اللي هو كان 4 و4 روت 3 دي كارتيزيان ايكوالز طبعا الاي 8 وطبعا الثيتا اللي هي ايه 60 ديجري. ناخد بالنا this is دي كارتيزيان ودي بولر، اوكي. طيب هنفترض مثلا، هنفترض ان كانت ال A direction كان equal مثلا 4 و negative 4 root 3، النيجاتيف دي هل لها افكت؟ لها تأثير يعني؟ طبعا هي تأثيرها في تحديد الكوادرنت بتاع الثيتا. طيب نرجع تاني نحل كده سريعا كده، هو على فكره نفس النمبرز بس مع اختلاف النيجاتيف دي. احنا طبعا فاكرين طبعا كانت الاي عباره عن ايكوال 8 حاسبينها من الاكسرسايز اللي فات، هو فاضل بس الاختلاف في الثيتا. وتان ثيتا، تان ثيتا كان ايكوال هنا بقى ايكوال ايه؟ ايكوال الواي اوفر اكس نيجاتيف 4 روت 3
over 4. يعني equal negative root 3. هي النيجاتيف دي الجديده بتاعتنا. طيب النيجاتيف دي تاثيرها ايه؟ يلا اول خطوه بنحسب الاكيوت انجل. الاكيوت كانت كام؟ بنحسب شيفت تان روت 3 نوت نيجاتيف، نوت نيجاتيف. شيفت تان روت 3 بالبوزيتيف اللي هي كانت ايكوال 60. لغايه دلوقتي احنا ماشيين بنفس السيستم بتاع الاكسرسايز اللي فات. ايه بقى الاختلاف بقى؟ الاختلاف دلوقتي الكوادرنت بتاع الانجل. هنا طبعا ببساطه جدا ادي الاكس بوزيتيف وادي الاكس نيجاتيف وادي الواي بوزيتيف وادي الواي نيجاتيف. طيب الاكس هنا بوزيتيف والواي نيجاتيف، ايه انا كوادرنت؟ فورث كوادرنت. الفورث كوادرنت احنا عارفين طبعا ان السيتا في الفورث كانت ايكوال 360 ماينس الانجل ماينس الاكيوت اللي هي مين؟ اللي هي 60 اللي هي ايكوال ايه؟ 300. واصبح بكده طبعا اللي هو الفيكتور ايكوالز طبعا النورم بتاعه 8 والانجل 300. اوكي؟ طب لو اعتبرنا ان الانجل كانت في السكند كنا نجيب سيتا ازاي؟ ايوه برافو عليكم، كان بيبقى 180 ماينس الاكيوت انجل. تبقى لو في الثيرد يبقى 180 بلس الاكيوت انجل. يبقى دلوقتي ايه؟ لو في الفيرست يبقى هي نفس الاكيوت انجل، هي نفس السيتا. في السكند 100 ماينس، في الثيرد 100 بلس بلس الاكيوت انجل، في الفورث 360 ماينس الاكيوت انجل. طيب لو اعتبرنا لو جينا مثلا نقول مثلا انا عندي الـ A equals 2 in direction of I plus 3J ومثلا الـ B equals مثلا negative 1 و5، هل ممكن نعرف نجيب A plus B؟ ببساطة جدا، هنا ال x بلس ال x 2 و نيجاتيف 1 في اتجاه ال i بلس 3 بلس 5 8 in the direction of j، وممكن نكتبه كده 1 و 8. طب لو طلب مني النورم of A بلس B، خلاص عرفنا الحكاية. equals square root 1 power 2 plus 8 power 2 يعني هي equals root 65. اوكي؟ طب لو طلب مني 2a equals 2a يبقى 2 تايمز كل كومبوننت اوف a، يعني هيبقى هنا 2 ادي الاي اهو، يبقى 2 باي 2 يبقى 4 in direction of i plus 2 باي 3 6 in direction of j، وممكن in this form 4 و 6. طب لو طلب مني norm of a 2a equals 4 power 2 plus 6 power 2. اوكي؟ والى هنا ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي نصل الى نهايه حلقتنا اليوم، نرجو ان نكون قد استفدنا، وتحيه لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.